أني أعتقد أن السيد مقتدى إن شاء الله رجع حسب علمي، هو كان يعني ربما بوقعة صحية أو كذا في لبنان، نتمنى له يعود سالما. يعني أعتقد عنده تيار جماهيري واسع قادر أن يجعل الآخرين يحسبون ألف مرة قبل أن يفكرون بلوي ذراعه. ولا أرى مصلحة وطنية، يعني ما أعرف هذا التشبث بالمنصب شنو. يعني سيد الفياض الآن مستشار الأمن الوطني، وهو موقع مهم مستشارية الأمن الوطني.